الو وي الو السلام شنو اللي ما خرجتش لي؟ واخا شنو نقول لك، عيط لي الصباح، عيط لي غدا الصباح، عيط لي الصباح على قبل الخدمه مع هذيك التسعود بحال هكا. ياقوت معروف ان الياقوت يعتبر ملك الاحجار الكريمه، هذه بلورة من الياقوت الخام، هذه اصلها من موريتانيا، بالفعل موريتانيا يوجد فيها الياقوت كما يوجد في جنوب المغرب، لكنه من أردأ الأنواع ومن أسوأ الأنواع. أفضل أنواع الياقوت يوجد في ميانمار أو بورما سابقا وفي مدغشقر وغيرها من بعض بلدان العالم. الياقوت معروف أن صلابته في مقياس موس هو 9، لهذا فهو يعتبر أصلب مادة طبيعية بعد الألماس الخام. وإذا كان الألماس يعرف بأنه ملك الأحجار الكريمة فالياقوت هو الملكة، لكن حذاري، سأعطيكم معلومات هامة جدا عن الياقوت في هذا الدرس، وهذا الدرس التعليمي يجب أن تنتبهوا لها سواء لمن أراد أن يشتري الياقوت الزينة أو من أراد أن يتاجر فيه. فمعظم الياقوت الموجود في السوق في العالم هو من الياقوت الصناعي، وإذا كان طبيعيا فإنه في الغالب يكون معالج بالحرارة. في هذا الحظر لا أنصح أي شخص بشراء الياقوت إذا لم يكن معه خبير جيهبيد يعني متمكن من الحرفة. قلة هي مختبرات العالمية التي لديها الأجهزة التي تقيس نسبة التردد الإشعاعي الراديولوجي في الحجر حتى تعرف إذا خضع لمعالجات سواء بالليزر أو بالمعالجة الحرارية أو غيرها. التركيب الكيميائي للياقوت هو مزيج بين الألمنيوم أو ثلاثي أكسيد الألمنيوم عائل 2 أو 3 مع الكروميوم، والكروميوم بالضبط هو الذي يعطي الياقوت لونه الأحمر.
كثافة الياقوت تتراوح بين 3.95 كثافة نوعية و 4.05، ونحن سنقوم بمجموعة من الدروس في مختبر الأحجار الكريمة التابع لمركز الأحجار الكريمة لتعليمكم طريقة حساب الكثافة النوعية. بالنسبة للمعامل الانكسار للياقوت هو 1.76، وهذا نقيسه بواسطة الرفراكتومتر. كذلك ستشاهدون دروس عن طريقة قياس معامل الانكسار. بالنسبة للياقوت هو ثنائي ونضافه هو ما بين 1.76 و 1.768. قلت أن معظم الياقوت المتواجد في السوق هو صناعي أو معالج، وذلك لقلته، فالشيء كلما كان قليلا زاد التزوير فيه. الناس الذين يريدون شراء الياقوت هم كثر في العالم، لكن الياقوت دواء أو أذى، الياقوت ذي الجودة العالية وقليل ونادر، وهو ما كان أحمرا مثل الدم وشفافا مثل الزجاج. المركز العالمي للأحجار الكريمة جي سي جي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سنقوم بتقديم أو تعريف المركز العالمي للأحجار الكريمة، وما هي منتجاتنا، وما هي الأنشطة التي نقوم بها. بطبيعة الحال هناك ثلاث أقسام أساسية. القسم الأول هو القسم الخدماتي، والقسم الثاني هو قسم السلع، والقسم الثالث هو قسم الاستثمار. بالنسبة لقسم الخدمات، هناك مجموعة من الأنشطة. أولا الاستشارات، يعني الأشخاص الذين يريدون استشارة من خبراء الأحجار الكريمة يقومون بإرسال صورة إلى الخبراء وإعطائهم جواب أو معلومات عن ذلك الحجر الذي في الصورة، وهذا يكون بمبلغ $100، ويقوم المرسل بإرسال مبلغ عبر ويسترن يونيون. ثانيا، أما بالنسبة للفحص فيكون بمبلغ $500، وهذا بإحضار الشخص ذلك الحجر لفحصه في المختبر أو إرسال عينات منه. ثالثا، بالنسبة للتكوين، الآن نحن نتوفر على مركز عالمي للأحجار الكريمة، وهو أول مركز في العالم يقدم دروسا باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.